أهلا بكم من جديد. تراجعت إدارة معبر سمالك الحدود الواصل بين محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا وأقليم كردستان العراق عن قرار الإغلاق الكامل في اليوم نفسه الذي صدر فيه، كما وطالبت الإدارة الذاتية بالكشف عن مصير ممثليها وعضوين في حزب الاتحاد الديمقراطي، وذلك بعد اتهام سلطات إقليم كردستان العراق باعتقالهم في العاشر من الشهر الجاري. تضيق خيارات الإدارة الذاتية مع تصاعد حدة الخلاف مع حكومة كردستان العراق في الأيام القليلة المتبقية للجولة الجديدة من الحوار الكردي الكردي الذي يكتسب دعما أمريكيا ومساندة من حكومة بارزاني التي ترى فيه نافذة جديدة لتخفيف حدة تسلط حزب العمال الكردستاني على شمال وشرق سوريا. لا تتوقف الرسائل الضاغطة على الإدارة الذاتية، فبدأت باعتقال ممثليها في الإقليم العراقي من دون أن يتضح مصيرهم بعد توقيفهم بحسب زعم الإدارة في مطار أربيل، وهو الأمر الذي نفته حكومة الإقليم. وينتقل التوتر إلى الشريان البري معبر سمالك الذي توقف ليوم أو أقل وعاد فتح أبوابه بين شمال كل من العراق وسوريا، فتح ليس كالمعتاد وإنما مؤقت تلافيا لتصعيد أكبر قد يهدد المنطقة الخاضعة للإدارة الذاتية ويضعها أمام تحد قد لا يكون لها قدرة على احتماله. الأزمة بين شمالي العراق وسوريا أخذت نواحي عديدة، منها ما هو إعلامي بعد تسليط وسائل إعلام موالية لكردستان العراق على انتهاكات حزب العمال الكردستاني في سوريا، على سيما عملية التجنيد الإجباري للأطفال وغيرها من عمليات السرقة والفساد التي تنخر في مفاصل الحزب وما يسيطر عليه. إذن ضغط وراء آخر وتوبيخ من القريب والبعيد بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، تمهيدا لجولة مفاوضات كردية اعتادت الفشل، أو بمعنى أدق عدم التوصل إلى اتفاقات حاسمة. فهل ينجم عن التوتر والضغط نتيجة مرضية تحقق توافقا بين الكرد، أم سيكون هناك تصعيد أكبر يهدم كل ما بني؟ ولفتح النقاش في محور حلقتنا الثانية يسعدنا أن يكون معنا شيفان إبراهيم الصحفي من مدينة القامشلي، وأن نرحب أيضا بمهند الجنابي أستاذ العلوم السياسية ضيفنا من أربيل. أرحب بكما، وأبدأ معك سيد مهند. اليوم الخلاف بين الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا إضافة لإقليم كردستان العراق، ما هي الأسباب الحقيقية التي أوصلت الأمور إلى هذا المستوى بين الطرفين برأيك؟ السلام عليكم، تحياتي لجنابك الكريم وللضيف الكريم وللسادة المشاهدين. أعتقد أنه الخلافات الحاصلة بين الجانبين هي تندرج ضمن ربما لا نقول تقاطعات أو حالة عدم توافق حول الرؤية السياسية، الرؤية الأمنية، الرؤى التي تتعلق بوضع المنطقة بشكل عام وليس فقط على مستوى حدود إقليم كردستان العراق أو كردستان سوريا. القضية هي ربما تذهب إلى أن المنطقة بمجملها هي تشهد حالة صراع، حالة صراع هذه الأطراف الموجودة والفاعلة في حالة صراع هذه أطراف دولية وأطراف إقليمية، انعكاسات حالة الصراع هذه على الداخل الدول وداخل المجتمعات كبير جدا. نلاحظ أنه إقليم كردستان يشهد بين الحين والآخر تهديدات تعترض أمنه، سواء كان سابقا من تنظيم داعش الإرهابي وحاليا من بعض الميليشيات أو الفصائل المسلحة أو حتى من بعض الفصائل التابعة لحزب العمال الكردستاني. هذه الرؤية أعتقد أنها تدفع حكومة إقليم كردستان وأجهزتها الأمنية إلى أن تتخذ الإجراءات المناسبة لحماية أمن إقليم كردستان أمام هكذا تحديات. وتأتي قضية العلاقة مع الجانب السوري في ضمن هذه الرؤية، أعتقد أنها رؤية أمنية وسياسية أكثر من أنها تقاطعات. لكن يبدو أن هناك محاولات لحل المشاكل بين الطرفين، يعني خصوصا إدارة معبر إدارة معبر سمالكا تراجعت عن قرار الإغلاق الكامل. يعني العمق بالنسبة إلى الإدارة الذاتية هو إقليم كردستان فيما يتعلق بالجانب الإنساني أو الاقتصادي أو حتى المواقف السياسية التي كانت في بعض الأحيان داعمة من قبل حكومة إقليم كردستان على المستوى الدولي.
فبالتالي مسألة أن تحل هذه الخلافات وفقا لتفاهمات بين أطرافها هي التي يجب أن تكون في قناعة الإدارة الذاتية، وأن تفكر في المصلحة العامة لشعوب المنطقة وأيضا للأمن الإقليمي. الأمن الإقليمي مناطقنا هي يعني هنالك فواعل يحاولون أن تكون هذه الأراضي هي ساحة لتصفية حسابات بين قوى إقليمية وقوى دولية باستخدام أدوات محلية. الأمن يجب أن يقدم على الاعتبارات الأخرى، لأن المنطقة عانت من صراعات، لا يمكن أن تبقى هذه الصراعات أو ندخل في صراعات جديدة. طيب أنتقل للصحفي شيفان إبراهيم ضيفنا من القامشلي. شيفان، في ظل التحضير لحوار كردي كردي يأتي هذا التطور بين الطرفين الكرديين اليوم، ما هي الدوافع الأساسية التي جعلت الأمور تصل إلى هذا المستوى بين الطرفين؟ مساء الخير يا ضيف ولجميع المشاهدين. من حيث المبدأ أرغب بتوضيح ثلاث نقاط مهمة. أولا، هي ليست حكومة البرزاني، لأن المشاركين في هذه الحكومة هي أحزاب وقوميات وأديان تمثل المكونات كردستان العراق، لذلك هي ليست حكومة البرزاني، هي حكومة إقليم كردستان العراق. ثانيا، قضية المعبر لم تحل حتى هذا اليوم. بإمكان السوريين كردا أو غير أو عربا الذين زاروا إقليم كردستان العراق العودة إلى المنطقة الكردية أو إلى شمال شرق سوريا، لكن ليس بإمكان أبناء هذه المنطقة المغادرة باستثناء حملة الجوازات أو الإقامات الأجنبية. ثالثا، أيضا أود التأكيد على أن هذا المعبر فتح ليكون في خدمة أهالي هذا المنطقة كردا وعربا وسريانا، ودون أن يتحكم به حزب أو طرف واحد فقط. لذلك فإن لب الصراع الموجود وحالي أو لب الخلاف عفوا الموجود هو حول مبدئين أساسيين، هو واحد، ما هما؟ الكرد في سوريا هو جزء من الأمة الكردية وليس جزء من أمة أخرى. ثانيا، هذا المعبر يجب أن يكون في خدمة الأهالي وخدمة المكونات وليس في خدمة حزب واحد. من طرف لكن آخر، يعني مثلا القوات التابعة لحكومة كردستان العراق قامت باعتقال قيادات في الإدارة الذاتية، وقامت الإدارة الذاتية بالمطالبة بالإفراج عنهم، إضافة لاشتباكات مسلحة تجري بين الفين والآخر، يعني بين الفين والأخرى، بين عناصر من الإدارة الذاتية وعناصر من البشمركة في حكومة كردستان العراق. يعني الخلاف عميق، يعني ليس خلافا سطحيا. أنا لم أقل خلافا سطحيا، يعني أنا اختصرته بجملة واحدة، الكرد السوريين هم جزء من الأمة الكردية، بينما الإدارة الذاتية تطالب أن يكونوا جزء من الأمة الديمقراطية. هذا هو بالبوند العريض. يعني بخصوص المعتقلين، معتقلي الإدارة الذاتية في إقليم كردستان العراق، بحسب المصادر الصحفية، يعني ليس لعملية الاعتقال ليس لها أي علاقة بالخلافات الكردية في سوريا، وإقليم كردستان العراق لم يتدخل أبدا في الصراعات الداخلية سوى كمرشد وكناصح وضاغط لتوحيد الصف الكردي وترتيب أوراق البيت الكردي، ولم يقم أبدا باعتقال أي شخصية بناء على الخلاف الكردي في سوريا. هذا الأمر يجب يكون واضحا. السبب الأساسي لاعتقال هؤلاء حتى هذه اللحظة مجهول، وحتى دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية طالبت أكثر من مرة توضيح سبب الاعتقال دون أن يكون هناك أي رد من قبل جانب الإقليم. طيب، إلى أين يمكن أن تطور الأمور بين الطرفين إذا لم تستجب حكومة كردستان العراق لمطالب الإدارة الذاتية بالإطلاق لصرح هؤلاء؟ قضية المعبر أستاذ الكريم ليس لها علاقة أيضا بقضية المعتقلين. قضية المعبر لها علاقة بأن إقليم كردستان العراق يطالب بأي زائر مهما كان منتمي لأي حزب لأي طرف سياسي أن يقوم بتعبئة فورما تتضمن معلومات شخصية ومكان الإقامة وعنوان شخصي. الإدارة ربما لا أدري ما هو سبب رفض الإدارة الذاتية لهذا الإجراء. إقليم كردستان العراق أوضح أكثر من مرة بحسب بياناتهم، يعني أنا أتحدث وأستند على بيانات الإقليم، أن هذا الأمر تقني وتكتيكي وأنه يخص الجانب التقني لإقليم كردستان العراق، وهو موجود في كل دول العالم وكل حدود سواء البرية أو حتى الجوية والمطارات. طيب، أين ستذهب الأمور؟ لا أعتقد أنها ستصل إلى الاستعصاء النهائي أو إلى أغلاق الباب في الحوارات. الحوار سيبدأ، والمبعوث الأمريكي قادم قريبا، وكان هناك وفد فرنسي زار مجلس الوطن الكردي وأكد على أهمية الحوار الكردي وأؤكد وأبشر أن هذا الحوار سيبدأ في أقرب وقت ممكن، ولن تكون هناك أي عراقيل. وإضافة إلى أن سبق قبل الآن وكما تفضلت حضرتك، كان هناك اشتباكات بين الأطراف المسلحة، الأطراف العسكرية عفوا، بين قوات التابعة للعمال الكردستاني ضد قوات البيشمركة. مع ذلك الحوار لم يتوقف. حوار كردستاني، يعني هذا جزء أنا أريد أن أسأل عنه الدكتور مهند جنابي. دكتور مهند، اليوم فعلا يعني كان هناك دفع من قبل الأمريكان من أجل
أن يتم الحوار الكردي الكردي، ما يحدث الآن كيف يمكن أن يؤثر وينعكس على مسار هذا الحوار برأيك؟ أعتقد أنه الاعتبارات الأمنية هي لا تغيب عن الاعتبارات السياسية. مسألة الحوار هو يندرج ضمن الحالة السياسية، ضمن دعم دولي من أجل تحقيق حالة أمنية مستقرة في المنطقة. لكن ما يعيق هكذا توجه هو المشاكل الأمنية التي ذكرناها، وهي يعاني منها أقليم كردستان. أقليم كردستان حتى الآن يعاني من تحديات، هذه على مستوى التحديات الأمنية هي التهديد الإرهابي من قبل تنظيم داعش، وأيضا من قبل الفصائل المسلحة التي ترتبط بإيران، وهي لا تهدد فقط أقليم كردستان، تهدد العراق جميعا، ولا نبالغ إذا قلنا أنها تهدد الاستقرار الإقليمي من خلال عملياتها التي تحاول أن تستهدف بها بعثات دبلوماسية دول في المنطقة. والتهديد الثالث هو التهديد الذي يعني من داخل أراضي إقليم كردستان، وهو حزب العمال الكردستاني. نلاحظ حالة توافق ما بين في الأسابيع أو الأشهر الماضية، كشفت الكثير عن حالة التوافق ما بين حزب العمال الكردستاني والفصائل المسلحة، الاستهدافات التي تعرض لها إقليم كردستان وتحديدا أربيل. تعرضنا إلى أكثر من اعتداءين مسلحين بطائرة مسيرة بصواريخ، المشاكل التي حصلت في محافظة دهوك بين العمال الكردستاني واستهدافه، واستشهاد 5 عناصر من البيشمركة، وسبق ذلك أيضا عمليات. فبالتالي هذه الاعتبارات الأمنية يعني تحظى بأولوية عليا على مستوى حكومة إقليم كردستان وعلى مستوى أجهزتها الأمنية. ونلاحظ أنه هذه المشاكل والتحديات الأمنية ربما يكون لها انعكاسات على الوضع السياسي، لكن بالمجمل أعتقد أنه الحل السياسي قد يفضي إلى تهدئة أمنية أو إلى إخماد هذه التحديات الأمنية. لاحظنا أنه الموقف الرسمي على مستوى أقليم كردستان هو لا يدفع باتجاه التصعيد، وهو أيضا يتناغم مع الموقف الرسمي العراقي، موقف الحكومة الاتحادية العراقية، لا أتحدث عن القوى السياسية التي تحاول أن تذهب بالبلاد إلى تصعيد وإلى خلق أزمات حقيقية بين الحكومة الاتحادية وبين حكومة إقليم كردستان. التوافقات الكثيرة التي حصلت بين الطرفين، أتكلم عن الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان، حول حل الكثير من الخلافات، هذه تضع إقليم كردستان في دائرة الاستهداف، وبالتالي يعني خلق تحديات أمنية داخلية وخارجية. لكن أعتقد أنه التوجه العام لإقليم كردستان أن تكون الاعتبارات السياسية التي تندرج ضمن مصلحة المنطقة بالمجمل هي المقدمة، وتذليل هذه التحديات الأمنية بالقدرات الذاتية وأيضا بقدرات أصدقاء إقليم كردستان من التحالف الدولي وبعض الدول التي تعمل على بناء الاستقرار والسلام. شيفان، إلى أي مدى الأطراف الكردية تمتلك قابلية وجدية لإنجاح الحوار، خصوصا أنه توقف أكثر من مرة وتعثر أكثر من مرة ولم يصل إلى أي نتيجة حتى اللحظة؟ يعني كل الأطراف الكردية ملزمة بإنجاح هذا الحوار. الإدارة ذاتها تدرك جيدا أن عدم نجاح هذا الحوار وعدم تنفيذ الشروط الأمريكية، فإن إمكانية تنفيذ اتفاقية التركية الأمريكية والتركية الروسية بعد نبع السلام هي قائمة، والتهديدات الموجودة على عين عيسى الإدارة الذاتية وحتى قوى سوريا الديمقراطية تمتلك أشخاص أذكياء بإمكانهم تلقي الرسالة جيدا، وما حصل في منبج وتحديدا من أطماع روسيا وحكومة ودمشق في M4 واضحة. لذلك فإن التهديدات الأمنية والعسكرية واضحة جدا على الإدارة الذاتية، وهي ملزمة لأن يبدو أن هناك حلحلة في الملف السوري، وكل شيء سيعود إلى الملف المسار السياسي لجنيف و2254. المجلس الوطني الكردي أيضا، وبالرغم من تواجدي في اللجان التفاوضية والهيئة التفاوض العليا واللجان السورية، فإنه ملزم أن يعود إلى ناصية العمل الميداني والمشاركة في القرار السياسي والأمني والعسكري والاقتصادي. لذلك فإن كل أطراف اليوم ملزمة بهذا وملزمة وترغب بإنجاح هذا الحوار، كل بحسب مصالحه وكل بحسب ما يرغب وما يسعى إليه. لذلك ربما نجد بعض العراقيل أيضا بعض الاستعصاءات، خاصة فإن المرحلة الأولى والثانية أنجزت وتم الاتفاق على شكل النظام السياسي أو الرؤية السياسية والتشكيل أو إعلان المرجعية السياسية الكردية عليا، والاستعصاء كان حول 5 نقاط أساسية، وهي الشراكة العسكرية والأمنية والملف التربوي والتجنيد الإلزامي والمعتقلين المجلس الوطني الكردي
والعقد الاجتماعي. بين الحين والآخر نجد أصوات هي أتمنى أن تكون هناك ضبط لتلك الأصوات، تحديدا أن إجراء انتخابات سيكون وبالا على المنطقة وضربة موجعة في الحوار الكردي الكردي طالما ليس هناك اتفاق كيف سيتم إجراء انتخابات. وأيضا لا كما قال المجتمع الدولي أن لا شرعية لأي عملية انتخابية خارج مسار السياسة 2.5 أورو 4 جنيه، إضافة أن كتابة عقد اجتماعي جديد أو دستور هو مطلب شعبي وسياسي، خاصة الأجواء تغيرت والعالم تغير والمنطقة تغيرت والظروف السياسية تغيرت، يجب أن يكون هناك كتابة عقد اجتماعي تشارك بين كل المكونات. هناك فصائل عربية وشارع عربية عديدة غير مشاركة في الإدارة الذاتية، المجلس الكردي غير مشارك، المنظمة الديمقراطية كممثل تاريخي عن الآشوريين السريان غير مشاركين. لذلك فإن اللجوء إلى كتابة عقد اجتماعي جديد ودستور أو دستور جديد سيكون إحدى الضواغ المثبطات والضربات الموجعة في وجه الحوار الكردي الكردي. أشكرك كثيرا شيفان إبراهيم الصحفي، كنت معنا من القامشلي عبر خدمة سكايب، وأشكرك أيضا كنت معنا من إربيل مهند أجنابي أستاذ العلوم السياسية. وشكر دائما لكم مشاهدي تلفزيون سوريا. بهذا نكون وصلنا لختام سوريا اليوم، دمتم بألف خير، إلى اللقاء.